أشكر السيد كوبيس على هذه الإحاطة والآن لي ببياني بصفتي وزير شؤون خارجية الأوروبية في فرنسا دولة رئيس الوزراء سيدة والسادة معالي الوزراء حضرت سيدة وسادة بعد عقد من عدم الاستقرار فإن الشعب الليبي يطمح إلى الحياة في بلد موحد ذا سيادة وهذا طموح مشروع وعلينا مسؤولية دعم هذا طموح من خلال تعبئة لازمة لكي لا تفوتنا فرصة العام الماضي التي بدأت في العام الماضي وأن التوقيع على وقف إطلاق النار في 23 من اكتوبر 2020 وكذلك اجتماع اجتماعات ملتقى الحوار السياسي الليبي وتشكيل حكومه الوحده الوطنيه، كل هذا يشهد على ان التقدم ممكن واظهر الليبيون حسن النيه واظهروا عزمهم على كتابه فصل جديد في تاريخ بلادهم. وغلبوا التزامهم بسيادة دولتهم على كل شيء وأشكر الأمم المتحدة التي دعمتهم في مسارهم نحو الحوار خاصة الأمين العام والمبعوث الخاص السيد ريان كوبش الذي نعمل معه عن كثب وأحيي كذلك أحس المسؤولية الذي يسترشد به عمل هذا المجلس منذ بداية السنة إن ال... The legislative and presidential elections must take place on the 24th of December. في الرابع والعشرين من ديسمبر ومن المتوقع من الليبيين أن يصوتوا في هذا اليوم وهذا ما تم الاتفاق عليه وتم الموافقة عليه من خلال القرار 25 سبعين تم تقريره ومن خلال مؤتمرين أيضا ولكن تم ضهده من بعض المشاركين في أحدث التقاءات في جنيف. هذا الإطار الزمني أو هذه الأجندة مهمة جدا للعملية الانتقالية فنحن علينا أن نعمل على إجراء الانتخابات في 24 من ديسمبر مهما كانت الظروف ويجب أن أذكر أن المرتقى الليبي للحوار السيبي يجب تنظيم الانتخابات في أواخر هذا العام ونعرف أن هذا التفويض سيبقى في 27 من ديسمبر وكان ذلك واضحا من خلال قرار مجلس الأمن 2571 وكل من يعمل على إفشال هذه العملية السياسية يجب أن يحاسب هناك ايضا مساله مهمه جدا الا وهي اخراج القوات والمرتزقه الاجنبيين علما ان وجودهم يشكل انتهاك لقرارات مجلس الامن بالاضافه الى سياده ليبيا فحان الوقت لوضع جدول زمني لخروج ممنهج ومنظم وتدريجي لهؤلاء القوات الاجنبيه وقد قدمنا اقتراحات محدده في هذا المجال والتي تم مناقشتها مع اعضاء في مؤتمر برلين وانسحاب هذه القوات قد يشمل اخراج السوريين في اول فتره وبعدها هناك مستويات اخرى من هذا الخروج وذلك لنتكلم عن ديناميكيه جديده لاخراج كل القوات الاجنبيه من الاراضي الليبيه. من هذا المنظور الوضع في الدول المجاوره لليبيا يجب ان تؤخذ بالاعتبار وانا اشدد على دول الساحل التي دفعت ثمنا باهظا نظرا لعدم الاستقرار في ليبيا <applause> ونعرف ان الاحداث في تشاد تذكرنا انه علينا ان نركز على ان المرتزق الذين اتين من ليبيا قد يعودون الى دولهم الاصيله وذلك من عمل عملية إخراج ذات مصداقية كبيرة، أما فيما يتعلق بالمسألة الأمنية فنحن نعرف أن هناك كثير من المسائل لا يجب التدرب عليها ويجب أن يكون هناك تقدم على إعادة توحيد الجيش وتفكيك الميليشيات وذلك للسماح بالسلطات المدنية أن تاخذ اعمالها الامنيه ويجب ان يكون ذلك من اجل احلال السلام للجميع مراقبه وقف اطلاق النار يجب ان يضع من خلال لجنه مراقبه بالاضافه الى العمل مع قوات الامم المتحده يجب الاستمرار ايضا بمكافحه الارهاب ولا سيما في دول الجنوب فضلا عن ذلك علينا الدعم إعادة فتح الطريق الساحلي بالإضافة إلى الإعلانات التي حصلت فيجب علينا التعقيب على ذلك ويجب على الخمسة زائد قامت بعمل رائع في هذا الصدد وأنا أحب أود أن أحيي عملها فضلا عن ذلك علينا احترام سيادة ليبيا وذلك لتعزيز السيطرة التي تمارسها السلطات الأمنية على حدودها البحرية والبرية على صعيد أل البحري نعرف أن فرنسا وبعض الشركاء ستقوم بالمزيد لمساعدة كل القوات الأمنية الليبية بالإضافة إلى التدريب من خلال منظومة إيريني وذلك لتوفير المساعدات فيما يتخطى عملها الأولي ألا وهو التأكد من الحظر التسلح في المنطقه للمره الاولى منذ فتره طويله نعرف ان السلام اصبح في متناول اليد في ليبيا وساعقب على ذلك سيد الرئيس واريد ان اشدد امام الشعب الليبي ان مجلس الامن والمجتمع الدولي مصران على مساعدتكم في العمل على خريطة الطريقة السياسية والأمنية التي ذكرت الجميع بها فنحن نعرف أن ذلك هو هدف الوفاق الذي تم التوصل إليه من خلال القرارات التي تم تبنيها وهذا ما يعطي أيضا معنى لمؤتمر برلين الذي سيعود عليه وزير الخارجية الألماني هايكو ماس وكان تمكنا من قياس المسار الذي تم اتخاذه منذ مؤتمر برلين واحد منذ عام ونصف تقريبا نحن نعرف ايضا ان, أن ذلك يعود الى التزام الاتحاد الأوروبي المتحد فيما يتعلق بالملف الليبي وهذا ما أوضحناه من خلال زيارة مع وزير الخارجية الإيطالي إلى ليبيا منذ بضعة أشهر ولقد اتفقنا جميعا على آلية أيضا فنحن نعرف أنها توضح ما هو الإطار الأساسي ويشير إلى كيفية مساءلة كل الذين يعملون على عرقلة العودة إلى الاستقرار كانوا من ذلك من الليبيين أو من غير خير الليبيين. السيدات والسادة شكرا لإصغائكم والآن أعود إلى دوري كرئيس لهذه الجلسة